الوضعية الوبائية بدأت ترتفع، تزايد عدد الحالات يزيدوا، خاصة من جواء لهنايا، من جواء حتى لدوك اليوم حاليا. في شهر جوان برك قلت لكم عندنا 63، سجلنا 63 حالة من بينها 41 حالة بوزيتيف بي سي ار بوزيتيف، و22 حالة سي دي دياغنوستيكي بار لا تي دي ام بار لو سكانر هكذايا. وعدد الحالات الوفاة سجلنا، إذا كان سجلنا 13 حالة. هذا يعني أنا قلت لكم هذه الوضعية تبدأ يعني تقلق شوية. وعلاش؟ باسكو إذا كان شهر جوان سجلنا 63 حالة، وشهر جويلي رانا سجلنا ثاني في لو ديبي جويلي نو افون 18 كا بوزيتيف، 18 حالة بي سي ار بوزيتيف. وعملية التلقيح هذه لازم كل مواطن يفهم العائلة تاعو ولا جيرانه، يجي باه يجيو لنا كلهم المراكز الصحيه، ولا يروحوا يتواجدوا عند قاعات الساحات العموميه وين عندنا دي شابيتو، ولا كيدوروا لي زيكيبي تينرونت، هذوك الفرق المتنقله دور عبر الشوارع المدينه ولا لي غران كارتي ولا المناطق النائيه، لازم يجيو بور سوبر فاكسين. حاليا على مستوى الولايه عندنا تحصلنا من اكثر من 25,000 جرعة للتلقيح. هذا يعني راه موجود، لازم على المواطن نرجعوا ثاني نطبقوا الاجراءات الوقائيه الخاصه بارتداء الكمامات، التباعد، ونحبسوا هذوك لي في تاع الجنازات، العروس اكسترا، وين يكون تجمعات كبيره لازم تفادوها. فيما يخص مخبر كوفيد 19 تاع ولايه البيض، انا جو فوز انونس لا نوفيل كو الخميس اللي فات اون ايو لومولوغاسيون، دونك لانستيتي باستور دالجيري عطانا الموافقه باش نبداو باش يبدا المخبر تاع البيض ينطلق في العمل تاع لو تيست بي سي ار او نيفو دو لا ولايه دو البيض. ولايه البيض عندنا كات تيب دو فاكسان، عندنا لاسترازينيكا، عندنا لو سينوفارم، عندنا لو سينوفاك، وعندنا لو سبوتنيك. وعلى مستوى البيض حاليا رانا يعني يا با بروبليم بور لا كوفرتور. كذلك فيما يخص الاسئله، عدد الاسئله راهي موجوده، دونك الاسئله عدد كبير راه موجود حاليا، والاسئله اللي صدر ديك موبيليزي بور لا كوفيد سون ديسپونيبل. اليوم قمنا باجتماع مع تحت رئاسه الامينه العامه للولايه، تكلمنا وشفنا ثاني قائمه المراكز ولا المؤسسات اللي قادرين يعني بور لي ريكيزيسيوني اون كاد دو نيسيسيتي. دونك حاليا على مستوى الولايه مستشفيات اللي موجوده على مستوى ولايه البيض عندنا اسئله كافيه لتكفل بالمرضى اللي جونا.